لأني عرفت شو سبب المشاكل كلها، لأنه كل اللي علمونا يا كذب، وشفتهم كيف بيبعتونا لأعمال كتير وسخة وحقيرة، ولأني شفت يلي عم يمثلوا دور الأبضاي مساكين، ولأني سمعت صوت يلي عم يحتموا ورا صوت المسدسات. كنت مع عرابين ما في كتار، ما ضليت معهم لأني تأكدت إنهم مالهم كبار. إجا لعندي مراد على مدار وقال يمكن يولد ولد بدون أب، بس ما رح يولد بدون أم. نحنا إلنا أم وحدة وهي الوطن.